السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام قبل البدايه لا تنسى اخي دعم القناه بالاشتراك اضغط على زر اعجاب وتفعيل الجرس لتصلك الفيديوهات مباشره عند رفعها اليوم إن شاء الله سوف نقوم بشرح برنامج رائع وجميل جدا انطلاقا من تجربتي المتواضعة فهذا البرنامج يعتبر كنز إن أنت أحسنت استعماله وقبل أن نتحدث عنه فأنا لا أخفي عنكم شيئا كعادتي فهذا البرنامج مدفوع لكن سأريكم طريقة للاستفادة منه لمدة ثلاث أيام مجانا بعدها إن أعجبك فيمكنك إتمام الاشتراك 9 دولار في الشهر مع تخفيض يصل إلى 20% إن أنت أستعمل عملت الكوبون الخاص ب شوب 2020 سوف تجدونه في الوصف مع رابط البرنامج او الموقع كذلك والجميل في هذا البرنامج هو انك يمكنك ان تستعمله في كل من امازون كيدي وكذلك ميرش باي امازون وهناك بعض الاصدقاء لي يحققون من 30 الى 50 دولارا يوميا ولم يتجاوزوا حتى سته اشهر في العمل على هذه المنصات لان هذا البرنامج يقوم بالتجسس على الباعه وكذلك على الكلمات الاكثر استهدافا في هاتين المنصتين اذا نبدا في شرح البرنامج على بركه الله عند دخولك إلى الرابط الذي وضعته في وصف الفيديو سوف يظهر لنا الموقع بهذا الشكل وهنا بعض مميزات المتاحة في هذا الموقع فهو يوفر لك نيتشات جاهزة كما تشاهد وعليها تنافسية قليلة ومربحة جدا ثم يمكنك أن تقوم بديزاين خاص بكتابك على هذا الموقع كذلك كما تشاهدون وكذلك يمكننا من رفع مجموعة من الكتب في آن واحد اختصارا للوقت الآن طريقة الاشتراك نقوم بالضغط على Sign Up هنا يظهر لنا خيارين خيار شهري وخيار سنوي بالنسبة للخصائص والمميزات بين العرضين الشهري والسنوي فليس هناك أي فرق لكن عند اختيارك للاشتراك الشهري ستدفع كل شهر 10 دولار يعني في السنه 10 في 12 هي 120 دولار اما الاشتراك السنوي فانت تدفع فقط 90 دولار يعني ستوفر 30 دولار لكن نصيحتي لك ابدا بالاشتراك الشهري بعدها انتقل الى الاشتراك السنوي اخي الكريم الان عند اختيارك واحد من هذين الاشتراكين نقوم بالساين اب مجددا وهنا سوف نقوم بملء البيانات الخاصه بنا الاسم الشخصي والعائلي هنا وهنا تقوم بإدخال الإيميل الخاص بك يجب أن يكون إيميل الخاص بك حتى إن كان هناك تحديثات أو مشكل واجهته تجد سهولة في التواصل مع التواصل معهم وهنا نقوم بإدخال المود باس الخاص بنا الذي سوف نقوم باستعماله عند الدخول للبرنامج نقوم بإعادته هنا هذه المعلومات التي أقوم بإنشائها الآن فهي معلومات وهمية أريد أن أريكم طريقة فقط وهنا أضع الأدرس الخاص بي كاملة ثم next وهذه هي الخطوة المهمة في البرنامج فيكفيك فيك أخي الكريم أن تذهب إلى البطاقة الخاصة بك ثم تضع هنا الاسم الكامل لصاحب البطاقة ثم هنا رقم البطاقة وهنا نضع تاريخ انتهاء البطاقة فمثلا كانت البطاقة تنتهي في شهر 10 2021 فنحن نضع فقط 10 21 ثم هذا الكود في سي هذا يوجد وراء كل بطاقة فهو عبارة عن حماية وضمان للبطاقة ثم هنا ندخل الكوبون ها هو الكوبون الخاص بك سوف يقوم بتخفيض 20% على الاشتراك الخاص بك فما عليك الا ادخال شوب 20 20 عند ادخالك للكوبون نقوم بالضغط على هذه الايقونه يعني فانا موافق على جميع الشروط الخاصه بالبرنامج ثم ريجستر وبعدها مبروك عليك البرنامج سوف تظهر لك الواجهه بهذا الشكل هذه مجموعه من الفيديوهات التعليميه لكن المشكله انها باللغه الانجليزيه فانا سوف اعطيكم يعني خلاصه لهذا البرنامج وخلاصه لكيفيه التعامل معه واستعمال المميزات بالطريقه الصحيحه فهذه هي واجهه البرنامج كما قلنا سابقا فبالنسبه لهذه الخاصيه الاولى فهي مجموعة من الفيديوهات التعليمية التي تمنح لنا هذه المنصة حتى تتقن جميع المميزات التي توفرها لك فمثلا وجدت مشكل في التعامل مع اي خاصية منها فما عليك الا التوجه اليها في هذه الفيديوهات ومشاهدة الفيديو لتستطيع اتقان التعامل مع هذه الميزة ثم لدينا الميزة الثانية هي products وهذه الميزه مهمه جدا فانت تقوم بوضع اسم المنتج الذي سوف تقوم يعني التجسس عليه وهو سوف يعطيك ويعرض لك جميع النتائج الممكنه في ذلك المنتج ثم السيلر هذه الميزه تمكننا من التجسس على الباعه الذين يرفعون كتبهم على امازون كي دي وتظهر لك جميع الكتب التي تباع بشكل كبير لدى هذا البائع وكذلك الكتب التي لم تباع له ثم كلود هذه ميزه جميله جدا فهي تمنحك مساحه تخزين اضافيه يمكنك تحميل الصور الخاصه بك الكوفر او الكونتنت يعني اي شيء تريد تخزينه ما عليك الا تحميله في هذه المساحه السحابيه كذلك هذه الميزة فافوريت فهي تمكنك من الاحتفاظ بالكلمات المفتاحية والعنوان ومجموعة من الاشياء التي قمت برفعها مسبقا في احد الكتب حتى تتمكن من رفعها مجددا دون عناء ودون اعادة كتابتها ثم كيووردز فهذه من اهم الخصائص المميزة لهذا البرنامج فهي تمنحك الكلمات المربحة هنا <applause> products هنا نقوم بادخال مثلا الكيورد الخاصه بكتابنا الذي نريد ان نقوم بانشاء بحث عليه وهنا نشاهد بان الكلمه عليها معدل بحث لا باس به 32 تقريبا هنا ننتظر حتى يثبت هذا الرقم فمثلا هنا نشاهد ألف في البيسا ار فهذا رقم جيد لأن كلما كان البسائر أقل من خمسمائة ألف فهو يعني بأن هناك مبيعات، وهنا نشاهد الكتب التي تعتمد على هذه الكلمة المفتاحية يعني وتضع أقل ثمن في الكتب هو 5.49 دولار وأعلى ثمن هو 5.99 دولار إذا هذا هو الثمن الذي يستحب أن تضعه لكتابك. خمسة اثنان وثمانون دولار يعني بين هذين الرقمين الكاتيجوري تختار الكاتيجوري الخاص بك الآن نجد هنا الكتب الأكثر مبيعا فهنا مثلا نجد هذا الكتاب انظر إلى البسائر خمسمائة وسبعة وستون عليه مبيعات كبيرة جدا انظر استيماسيون و658 مبيعة تقريبا يعني هذا يحقق مبيعات جيدة جدا ثم تشاهد الكتب الاول والثاني والثالث والان عند مشاهدتك لهذه الكتب الاول والثاني والثالث انت تضع فكره خاصه بك ثم تستفيد من هذه الكتب اما بوضع محتوى يشابه للمحتوى الخاص بها وكذلك العناوين حاول ان تمزج بين ثلاث عناوين او اربعه الاولى وتضع عنوان خاص بك لكن اخي دائما يجب ان يكون الكتاب الذي سوف تنافسه أو سوف تضع عنوان يعني يشبهه يجب أن يكون في سنة 2020 يعني لا يكون بسنوات يعني لا يكون 2019 2018 دائما حاول أن يكون 2020 فما فوق ما عليك إلا يعني النزول إلى أسفل اللائحة وستجد هذه النوعية من الكتب ثم هنا يجد تجد مجموعة كبيرة من الكيورد فبالنسبه للكيورد الصغيره او كما نقول لها شورت كيورد فهذه يمكنك ان تضعها ان تضعها في الخانتين الاخيرتين اما احسن الكيورد التي استعملها انا شخصيا فهي هذه التي تكون لونج كيورد يجب عليك اختيار مثلا هذه الاولى تضعها في الخانه الاولى هذه الثانيه وهذه الثالثه وهذه الرابعه يعني هذه الطريقه جميله جدا وبالتجريب سوف تاتيك بمبيعات ان شاء الله الآن انتهينا من البرودكت يعني ما عليك إلا أن تضع الكلمة المفتاحية التي تريدها وسوف يعطيك مجموعة من الميزات التي شرحتها وتستفيد منها إن شاء الله ثم نأتي إلى الكيورد كذلك فهذين الخاصيتين من أحسن الخصائص التي توجد في هذا البرنامج فنقوم بالسيرش مثلا هنا سوف نضع مثلا كيورد خاص بنا لن نخرج على الكيورد الأول الذي وضعنا دائما coloring بوكس for kids يعني الجميل في هذا البرنامج هو الآتي فهنا يظهر لنا جميع الكلمات المناسبة أو المشابهة للكلمة التي نريدها لكتبنا فهنا نجد هاي وكذلك نجد لو ونجد ميديوم دائماً ابتعدوا على الكلمات التي تجدون عليها هاي لأنها تعني بأن المنافسة عليها كبيرة جداً أما مثل هذه الكيوردز التي تجد عليها low أو medium فهي رائعة جداً فمثلاً هذه alphabet, coloring, book 4Kids يعني هذه الكلمة جميلة يمكنك أن تستفيد منها وتضعها في في الخانات الخاصة بالكيورد أو كذلك يمكنك أن تضعها في العنوان الخاص بكتابك وهنا مجموعة من الكلمات التي يقترح عليك البرنامج كذلك سوف تفيدك إذا هذه هي نصف الميزات التي يمنح لنا هذا البرنامج هذه مجموعه اخرى كبيره جدا من المميزات لهذا اقول لكم بان هذه 10 دولارات التي سوف تدفعها في هذا البرنامج فهو يستحق اكثر منها وحتى لا اجعل الفيديو طويل فسوف اقسمه الى قسمين الان شرحنا هذه الميزات وفي الفيديو المقبل ان شاء الله سوف نشرح الميزات الاخرى التي تظهر في هذا الجانب الى هنا اخواني كان هذا هو درس اليوم اتمنى ان اكون قد افدتكم ولو قليلا واي تساؤل او استفسار ضعوه لي في التعليقات سوف اجيبكم عليه ان شاء الله. وان تعذر علي الاجابه فما عليكم الا محاوله الاتصال بي في الفيسبوك الخاص بي فانا موجود رهن اشارتكم. وشكرا على المتابعه ولا تنسوا الاشتراك في القناه ودعمنا بجيم وتعليق حتى تحفزونا على بذل المزيد ان شاء الله.